أذن نحييكم بأجمل تحية متواصلين أيها الحفل الكريم أيها المتابعون. وصلنا إلى شوطنا السابع الذي تم تعلن انطلاقة بكل التوفيق. هذا الشوط ما يحمل عنوان الجعدان المحليات الأصايل للسن اللقاية، ولكن لنا عودة بالتهاني وناموس. تابعنا الظبي قبل قليل الذي قدمت العرض الذي تشكر عليه، والذي قدم هذا الشعار النقطة الثانية على التوالي. تهانينا لسعيد بن أحمد بن عود الرميذي، توقيت الظبي 7:44. شاركنا بأداء جميل وإبداع، والمركز الثاني الذي حصلت عليه في الأمتار الأخيرة كان شعار بن عميرة الذي قدم لنا بالمركز الثاني. تهانينا كذلك له على حصوله بالمركز الثاني. شكرا يا بن عمير الذي رافق هناك النويع راشد بن حمد بن مطر بن عميرة على المستوى الثاني. هذه الأسماء الذي تشارك بالشوط ما الذي انتهى قبل قليل. إذا نبدأ برحلة الجعدان الذي تم إعلان انطلاقه. هذا الشوط حمل سفونية الجعدان المحليات الأصايل بنوك المستقبل بعالم هذه الأصالة. ننطلق مع المقدمة على ما يبدو يحمل الرقم 6 على الصدارة. الذيب يقدم لنا هذا المسار، يرافق السير بن سالم العامري بالأسود العامري، يسير على الصدارة. النقلة التالية مباشرة هناك مغامر ولا مغادر، الذي قادم مغادر كذلك يتابع ويرافقه عتيج بن عبد الله بن كسلة المتابع للمستوى الثاني. ناصي على المستوى الثالث، محمد بن ناصر الذي يأتي هناك على المستوى الثالث. والمركز الرابع لنا عودة بالانطلاق الرابع، حشيم يأتي بكل انطلاقة يقدم أهلنا ويتابعه عتيج بن عبد الله بن كسلة المتقدم بهذا الشعار العملاق. أعود إلى خامس الأسماء بشوب تابع من يحمل الرقم 7، وصل مصيحان الذي قادم يقدم لنا ابو سالم. اذا هناك السلطان بن سالم السلطان المحاربي الذي قادم على المستوى الخامس. والمركز السادس جوله الى حامل رقم 1 مناور الذي واصل. إذن المناور الذي قادم يقدم حمدان بن حمد بن بيات الرميثي. هذه الشعارات الذي تقدم بالأبداع على الجمل، ولكن عودة إلى زمام الأمور. الله يا متتابعة، الله يا متتابعة، الناموس يا أخواني غير، الناموس مطلوب للغاية. من يقدم لنا هذا المسار؟ بالأسود العامري يقود الصدارة، أبو سالم يقود الصدارة يا راعي الذيب. خلك مع الصدارة والإبداع، السهيل بن سالم بن سليم بالأسود العامري مغاد الصدارة على ما يبدو لممثل ميدان السادة. بوابة 11 هي الحاضرة تقدم سفونية هذا الإبداع، ولكن دير البال المركز الثاني قدوم جميل. هناك المركز الثاني أما غادر هو القادم، عتيج بن عبد الله بن كسلة يمثل هذا الميدان، ميدان السمحة بكل الأبداع. إذا سألتوني بتعرف إلى المركز الثالث. إذا نعود إلى المركز الثالث، بتابع أشعار محمد بن ناصر بن خويران البريك الذي قادم يأتينا عن طريق ناصي. السلال الغنية يا أبو ناصر، السلال الغنية. انطلق إلى رابع الأسماء، أشوفه تابع على ما يبدو يحمل الرقم 18. شوف لي مصور العزيز هذا الشعار عن طريق هناك مرحبا الذي واصل خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. الشعار دائما يعرف طريق الإنجاز، شعار بمنع الذي وصل. المركز الخامس من الجانب الآخر، من الجانب الآخر على ما يبدو شعار النعيمي، ولكن بنترك المجال حتى تتضح لنا الرؤية. بنسير إلى المركز الثالث، يحمل الرقم 12 الذيب، محمد بن سعيد بن ذيب النعيمي. تابعت مقر الأشعار. يا سلام عليك أبو سعيد، بدأت الأمور تشتعل يا إخواني. وين بالأسود العامري؟ وين؟ دير بالك دير بالك. الجمال
جماعه واصلين، النعيمي واصل، السويدي بمنع واصل، والله الامور لا تحسد عليها. يا راعي الذيب يا راعي الذيب، وخلك بالفورمه، خلك مع الانجاز. بدينا نشاهد الاعلان لافته ال 1500 متر الذي تقدم لنا هذه السفنيه. الاجواء دائما الاجواء رياضيه بالفعل عبر هذه الرياضه، رياضه سباقات الهجن. ولكن وين الصداره؟ وين الذيب يا اخواني؟ السهيل بن سالم مسليم من الاسود العامري، شد الحيل يا ابو سالم. امان الجماعه قادمين بالمتابعه. المركز الثاني، شوف لي وتابع لي، الذيب بن اخر قادم يرافق ابو سعيد الذي قادم، محمد بن سعيد بن ذيب بن سعيد النعيمي المركز الثالث. عطني جوله الى اشعار بن مانع الذي قادم، مرحب هو القادم. خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي، شواطئ جميره قادمين للمتابعه. من مثل ميداننا المرموم الذكي قادم. اللحظات الحاسمه، الثلاثيه، الكيلو الكيلو، بدين نغادره، بدين نغادره. الله، والله ما يصح الا الصحيح. الحوار جميل الغايه. الله الله الله، يا بن رشيد السويدي، يا ابو مانع، يا ابو مانع. شواطئ جميره تنادي، شواطئ جميره تنادي، دير بالك يا حافي، يا تولى عملية تضميره، تولى عملية تضميره أحمد يا حافي، إذا صح التعبير. المركز الثاني بالأسود قادم، السهيل بن سالم بالأسود العامري، الذيب قادم المستوى الثالث يرافق محمد بن سعيد، النعيمي قادم. عطني جولة يا بصورنا، بنشوف الأجواء القادمة، بنشوف يا محمد الخضر. على السريع عطنا جولة، على السريع عطنا جولة، ومن ثم لا يفوتك الفوت، لا يفوتك اشعار ابو مانع الذي طار. مرحب مرحب الذي غادر الى دانة الدنيا دبي، مقر السيوف، جميرة، شواطئ جميرة، العصافي الابطان، بدون تعليمات، بدون تعليمات. ولكن دير البال، النعيمي قادم. اللحظات المريرة، وين مرحب، وين صاحب العوايد، صاحب الاجازات، العصارات دوامنا بدون اوامر. يا سلام عليك يا ابو مانع، سلام جميره، سلام دانة الدنيا دبي، سلام ميدان الذكي، سلام. اللحظات الاخيره، اللحظات المريره، مرحب مرحب، نرحب بالانجاز. خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي مشكور يا ابو سلطان باسم كل الجماهير. المركز الثاني وصل فيه الذيب، قدم عرض يشكر عليه محمد بن سعيد بن ذيب النعيمي. شكرا يا ابو سعيد على المستوى الثاني. والمركز الثالث وصل فيه على ما يبدو لي الذيب الذي قدم المركز الثالث، السهيل بن سالم الاسود العامري. اما المركز الرابع، تهانينا وناموس بهذا الاداء، كان عن طريق بقدم محمد بن راشد الزرعي على المستوى الخامس او الرابع. والمركز الخامس بنتابع من خلال الشاشه. إذن المركز الخامس يحمل الرقم 1 حمدان بن حمد بن ابيات على المستوى الخامس، أما المركز السادس يحمل الرقم 2 كان بقيادة حمد بن عبيد الكتبي. التوقيت الزمني 7 دقائق 43 و33 جزء. من الثانية التوفيق للجميع.